حكاية الليل في بلاصة جديدة وين نشوفوا حكاية التوانسة وليلهم كيفاش يتعدى. الرحلة تقودنا لعاصمة الشمال بنزرت وإحدى أجمل مناطق الولاية هذه، والحديث لهنا على مطر، مطر الخضار والطبيعة، مطر المعامل والمصانع، لكن زاد مطر الفقر والتهميش وغياب التنمية. مرحبا بكم في حكاية ناس مطر. خويا عسام، عسام مرحبا بكم في مطر. يظهر لي شوفي جولة حدنا. اي خويا انا ليلة حكاية الليل في مطر. انت اش تعمل؟ تاخذ باش تاخذ شويه حلو؟ شنو هي امور؟ والله انا باساجي جيت متعدي نعمل في دورة المارش نتاع العشيه في مطر لهنا هكا، وهاني صادفتكم انتم بالصدفه. العشيه وليك احنا نبدو المارش نتاعنا من العشيه توفى اخر الليل، حتى الكونفيرمو العشاء نتاع الليل نروحوا على روحنا. شنو هي مطر في الليل؟ شي زيدها شنو نقصها؟ مطر ايش يزيدها ما نجموش نحكو، ايش ينقصها؟ ينقصها الف حاجه بالنسبه للماتر. بالنسبه للماتر وضعيه ماتر كبنيه تحتيه نتاع ماتر كتشغيل في ماتر عندنا برشا مشاكل اونيفو بنيه تحتيه نتاعنا هنا في ماتر، اونيفو الطرقات نتاعنا، اونيفو التروتوار نتاعنا، اونيفو ليزيغو الرقارات نتاعنا، اونيفو السونات، حتى في الشبكه نتاع المياه نتاعنا لهنا في ماتر احنا نعانيو. عندنا هنا ما عندناش، عندنا معنا سيرفيس سونات ظريف، سيرفيس قايم بواجبه قايم بدوره، مي لي زانترفونسيون اللي تصير كلها في السونات باش ناخذوها تم تاع السونات. لي زانترفونسيون كلها اللي قاعده تصير تصير على تاريخ مقاول، مقاول نهار موجود شهر وشهرين مش موجود، مقاول تبدل. احنا عندنا ديفويت، نجم تعمل دوره معايا نوريك ديفويت، نوريك انا سي معز كنشوف حتى فويت لهنا هاكا فويت مقابله ديجا اللي بجنب استفات. فما فويت غادي؟ فما فويت صارت عندها شهرين وبقات اربع ايام باش تصلحت، لتوا الطريق مازالها كتشوف فيه غادي كنتجم دور الكاميرا، لتوا الطريق بجنب استفات ما فيهوش الماء، اما لتوا الطريق في رون بوان كيف هذا، في رون بوان سيمبوليك بالنسبه لماتر نسموه احنا بير ماتر، رون بوان تاع بير ماتر اللي بون في الاصل مش البير نتاع ماتر هنا. هو كفما بير غادي هو سيمبوليك راه. مش لا مشيت نطل اللوش على الماء ما لقيتش. لا خويا الماء موجود عندنا راه، موجود في البلايص كلها الماء في مطر الحمد لله، بلاد فلاحه ولاباس. اما خلينا نرجع لك موضوعنا سي معز، احنا عندنا معاناه تتشكى منها العباد كلها اونيفو لانستالاسيون نتاع السونيد نتاع شبكه التوزيع واستغلال المياه. الفويت اللي تصير راهي تبقى اشهر، راهي عندنا احياء في مطر هنا عندها فويت 8 شهور. نجيب لك انا مواطنين تشهد بالحكايه هذه. فما بلاصه هكايا فما ما يفيع منها دراسه اسمها اخزر في الحي الرجاء، حي الرجاء بارتو في البلايص، في البلايص كلها راهي اللي في مطر كامله كل في اللي فويت. وشين الحل؟ والله بالنسبه للحل، الحل هي ضغط صوت. فما سونات مشيو سونات. بالنسبه للسونات اللي عندنا ما عندناش سيرفيس نتاع انترفونسيون، راهو سيرفيس انترفونسيون تعرف في تونس ولا لي زانترفونسيون اللي تصير نتاع السونات تصير على تاريخ مقاولين. المقاول هو مرتبط بالولايه، مرتبط بالاداره الجهويه نتاع السونات، هما اللي يعينوا المقاول وهو اللي يصلح تصير ليزانترفونسيون. بالنسبه لنا احنا في ماتر هنا غياب تام للمقاول. يا خويا بون فماش معتمد يا خويا نمشي للوالي فما سلطات جهويه سلطات محليه احنا نراسلوهم. انا كصحافي دوري كصحافي يوميا احنا نعلموا والي بن زرد يعلم باللي فويت هذوما في بالهم بي في بالهم باللي فويت كلها في بالهم بمشاكل، وانا نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذايا في بالهم بالمشاكل نتاع السونات في مطر نتاع ليزانترفونسيون. قلت لك انا عندنا ديفويت. هاي الكاميرا قدامك. بالنسبة للكاميرا هذا هي الحاجة الأولى. نداء للسلطات الجهوية، نبدأ بالجهوية والمحلية باللي يشوفونا مشكلة مقاول السونات اللي يتعامل اللي ماخو المقاولة لهنا في مطر في إصلاح لفويت. راهو عندنا ديفويت تبقى بالثمانية شهور وبالسبعة شهور، عندنا ديفويت بالخمسة شهور، راهي ثم ديفويت كبار معناها تعرف زيغو، زيغو كبير معناها نتاع ماء يعدي الماء، حلقوم نتاع ماء من الكبار راهو يتفلق يبقى بالجمعة ساعة. صالح للشراب. ما صالح الشراب بالطبيعة اللي احنا نطلبوا في ربي وصلاة استسقاء ونداءات واستغاثة وصلواتنا كلها دعاء على المطر. راهي المطر تصب صحيح بالنسبة لنا احنا اللي فويت لهنا راهي ماتر كلمة بسيطة وبربي ما تقصهاش راهي كسكس. سؤال بركة في تونس الكل بارتو هي حاجة بركة قدام القهوة تعديت عليها في مطر برش. شوف تو 8:30 تاع الليل ديجا تروح كورة، شوف العباد اللي موجودين في القهوة. راني ماشي لهم بالليل هيك باش تشوف حاجة بسيطة برش ينجموا يلقوا حلول من المركب الفلاحي اللي كانوا يحكوا عليه الكومبلكس. نقولوا له احنا الكومبلكس لو تقف عليه الدولة وترجعوا نسبة أكثر من 50% بطة بتالة تنقص من مطر. الفلاحة بركة ما حكيت لكش على حاجة أخرى اللي فيها أكبر منطقة صناعية هي مطر.
وبرادور في ولايه بنزرت اكبر منطقه صناعيه في مطر اللي هنا موجوده الماء هي منطقه صناعيه يجوك من تبربر ربيعين كل حد مش نعم في جهويته ولاد مطر بطل الكل وادخل تتفرج في القهاويه هذه هي المشكله بالنسبه لي انا ولا هكا باشك 6500 الف مشكله اهم وقتها هذوما الكل ترى فيهم يحبوا يخدموا كلها مشاكلها خدمه كل معرس وبطال كل قاري وبطال ناس قاريه بعد الباك باربع وخمس سنين شادين القهوه هذه المشكله هي لما حاله بارشة مشاكل شباب ملحق تجار نتفرج فيكم وربي يعاونكم تدخلوا تلقاه يزطل تلقاه يشرب تلقاه 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 ما سالش روحك مناش السؤال يطرح نفسه مناش هكاك زعما هو يحب يجيب يحبش نعرف يديه ولا يعمل كلمه خايبه في ميم تبوه هذا موضوع راهي الناس حابين لها فراخه بخدمه اسمعني انت على كلمتك انا ندخل راه ونصور ايش فماش ما اقسم برب الكعبه تجيب في رحمه والديك انت واصحابك تدخلوا وتجيبوا في رحمه والديك والناس الكل بلايص خاف شكون باش يدخل الهواء انتم تدخلوا وتخدموا اقسم برب الكعبه الناس ترحملكم على والديكم انتم برامج اخرى تمشوا في اللي يرحم والديك والجبولات وتدخلوا الناس تسكر وناس تعمل في مواضيع وبسيوفة وكذا وما تخافش ربي عينك وربي يجيب لك القسم من بلايص محلاها كما ترى في روحك اما راهو بالحق عبيلوا الفراغ الشبيبه اللي ترى فيها هذيك كان تسال واحد منهم اللي يقرا واللي يقول له غدوه شنو عندك يقول لك ما عندي شيء انا نعرف شكون من 8 نتاع الصباح وشاد القهوه تلميذه يبرول امه وابوه ويخرج ويشد القهوه يلعبها فري فاير وما عارف شنو وقمارها وكذا باش ينسى قلب الموضوع يا صاحبي ما نسكون احنا في مطر يا صاحبي ما تسالش واحد في مطر شنو تخدم قول له اش تعمل كيفاش عايشين عايشين بالباي بالمصاصة منطقة صناعية منطقة صناعية منطقة صناعية اسمعني المنطقة الصناعية يلبس جبة ويخدموك صاحبي عليه يلبس جبة باش تخدم في مطر يلبس جبة رئيس بلدية صاحبي يخدم فيها بالوجوة عبيد تخدم صاحبي تاخذ في شهريات ويخدموا في البلدية ياخذوا في شهريات عند البلدية اما هيت الصحيح تحب تخدم في مطر يلبس جبة صاحبي اما تلبس سروال ما تخدمش راك في مطر شنو تحب صاحبي شبوك حابس تتكلم انت شكون باش تتكلم تتكلم صاحبي غبوك عندهم هم غادي يزي خلطوك عندهم غادي تكلم اخويا تكلم تكلم انت على روحك وفرق حسبنا الله ونعم الوكيل من رئيس الدولة للشوش اللي فيه.